زار معاون محافظ بني سويف محمد جبر وفرق العمل ومجموعة شباب من البرنامج الرئاسي وشباب مبادرة تأهيل وتمكين بزيارة عدد من قرى مركزي ناصر وببا. تم خلال الزيارة عقد لقاءات مع الأهالي والمواطنين بتلك القرى للتعريف بالمبادرات ورفع الوعي بالجهود التي تبذلها الدولة واستطلاع آراء واقتراحات الأهالي في المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة.